سألنا الناس استدعاء أول زوج إلى بيت الطاعة، ما رأيك؟ صعبة شوية على الراجل برضو. أنا من ناحية أنا ومن ناحية الدين، ما الدين بيقول كده برضو، كان الراجل اللي بيبقى ليه سلطة عن الست في كل حاجة. ملهاش في العيش والملح خالص، ولا اللي هي ما ينفعش تبقى زوجة أصلا. عايزين يكملوا مع بعض هيكملوا، مش عايزين، ما ينفعش حد يبقى مجبور على حاجة هو مش عايزها. احنا في ظروف الصراحة الدنيا بقت في كل حاجة، يعني الدين قل والتربية قلت والأخلاق قل، فده طبيعي، أمر طبيعي يعني. حقها بصراحة بقى. مش احنا هي احنا لينا حق وهي ليها حق. وهي حاسة نفسيا إن هي مش هتقدر على تربيتهم لوحديها، فطلبت جوزها في بيت الطاعة بحيث إن تكمل تربية الأولاد، لأن هم في الأول وفي الآخر محدش بيحاسب على الموضوع ده غير الأولاد.